السلام عليكم. ازيكم يا مولانا؟ الحمد لله، اتفضل. بفضلك يا مولانا، بالنسبه لزكاه المال، ها، لو ان احدا اشترى قطعه ارض بنيه حفظ المال ثم بعد عده سنوات باعها لانه يحتاج المال، هل يزكي عليها بعد ان باعها؟ هذا ليس تاجر اراضي. نعم، ليس تاجر اراضي، ليس تاجر. نعم، اذا لا زكاه عليها الا اذا كانت عروض تجاره.